السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم تمام. معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. المفروض دي في الاول، بعد كده مش مهم. المهم يعني النهارده عندنا موقع اختصار رابط جديد ممتاز، يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى ممتاز. سي بي ام عالي جدا، اعلى من كل المواقع اللي فاتت. زي ما احنا اتفقنا، المواقع اللي بتيجي بعد يعني كل موقع جديد بيبقى احسن من اللي قبله، على الاقل احسن في حاجه واحده. فالموقع ده السي بي ام بتاعه مرتفع جدا وكويس جدا. لو انتوا بصيتوا كده، اسمه شورت ناو. السي بي ام المصري $12، وعندك بقيه السي بي ام برده الدول الاجنبيه كويس لحد كبير. زائد ان انت عندك اول سي بي ام الجزائر $10، والسعوديه $10، وتونس $10، عندك هنا الامارات $6، وعندك هنا فلسطين $5، وقطر $5. ده كويس جدا. كل دول العالم الباقيه دولار ونص، مش مشكله حوارات كل دول العالم. احنا يهمنا الجزائر، المغرب، تونس، السعوديه، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وزمان شايف كلهم $10. معنى كده يا باشا انك سي بي ام عندك كفايه ان مصر $12، فانت معنى كده ان السي بي ام عندك او الافريج بتاعك هيبقى عالي جدا جدا، هيبقى رقم كبير يعني يوصل $12 معاك، وده كويس جدا. تمام، نخش على ماي اكونت، نعمل اكونت في الموقع. طبعا احنا عارفين ازاي بنعمل اكونت، الموضوع بسيط جدا، لكن برضو بنقولها للتذكير فقط. يوزر نيم، ايميل، باسورد، عيد الباسورد وخلاص، الموضوع سهل جدا. تمام، بعد ما دخلنا على الموقع، زمان شايف بيقولك ان احنا بندفع من ساعة لست ساعات بيكون الدفع تم معاك. هنخش على الريفرال نشوفه كام. الريفرال هنا يا جماعة 20%، وده لحد كبير كويس بالنسبة برضو للسي بي ام اللي موجود. فالريفرال ده كويس جدا، بيقولك ما تختصرش حاجة اباحية، وما تستخدمش الروابط او اختصار رابط ده وتختصره في رابط تاني او في موقع تاني اختصار رابط. ما تستخدمش لا في بي ان ولا اد بلوك. تمام، الناس اللي بتخطي الرابط المفروض يعني ما يكونش بيستخدم الاد بلوك او الفي بي ان. جميل، نخش على الويزدرو عشان نعمل وسيله دفع والكلام ده كله. نخش على هير عشان نشوف الموضوع. هتكتب هنا طبعا كل البيانات دي، عارفين بنكتبها ازاي، اسمك واسمك التاني والحاجات دي، يعني بسيطه جدا. وسائل الدفع هنا عندك فودافون كاش، باي بال، البايسا والباير، الحاجات اللي موجوده في معظم المواقع. اقل مبلغ تسحبه $1، ده ممتاز جدا. بتحدد هنا وسيله الدفع وبتكتب هنا وسيله الدفع بتاعتك هنا تحت هنا. تمام، وبس كده يا جماعه، يعني الموضوع بسيط جدا. خلينا نروح على تشينج باسورد، تشينج ايميل. ده عايز تغير الباسورد او الايميل. موضوع التولز هنا برضو بسيطه جدا. الكويك لينك دي مهمه طبعا، ولكن المش لينكر اهم واحده فيهم، بتخليك تختصر اكتر من لينك بسرعه. بتحط اللينكات هنا وتضغط على انتر وتحط اللينكات تحت بعض، تعمل شورتن وبيختصرهم لك. الفول بيج سكريبت دي برضو لو انت غيرت كل ده وحطيته عندك في التخطيط في المدونه، وشلت الدومين ده وحطيت الدومين اللي انت بتستخدمه عندك في المدونه، يعني هيختصر لك الدومينات اللي عندك في المدونه اللي انت هتحددها هنا يعني كلها من الموقع ده بشكل مباشر على طول وبشكل تلقائي. لو انت خدت ده كله وحطيتها في التخطيط عندك، هيختصر لك كل رابط المدونه من الموقع ده. تمام كده، الموضوع بسيط جدا، باقي ده ملناش علاقه بيه. هنا طبعا عايز تسحب ارباحك اول ما توصل $1 وتكون حددت وسيله الدفع، تضغط على ويزدرو. هنا بتبقى بيندنج شويه، قال لك من ساعه لست ساعات، وبعد كده بتبقى هنا في الدفعات اللي دفعت يعني، وهتلاقي وصلت لك ان شاء الله. المانج لينكس دي اول لينكس، الهيدن لينكس دي الحاجات لو انت عايز تشوف اللينكات كلها بتاعتك، تشوف عملت كام نقره كل لينك لوحده. وهنا الهيدن لينكس لو انت خايف اللينكات او عايز تخفي لينكات. الاستاتكس طبعا كلنا عارفين موضوع الاستاتكس. التوتال فيوز طبعا دي الحاجه اللي انت بتشوف فيها انت جبت كام مشاهده او كام ضغطه. التوتال ايرننجز جبت كام فلوس او ارباح من الفيوز اللي انت عملتها. الريفرال طبعا بتاخد 20% منهم من ارباح الناس اللي سجلت منك او سجلت من الرابط بتاعك. الافريج سي بي ام بتاعك ده مهم جدا طبعا، لازم تبقى مركز فيها، تعرف كده انت الناس اللي بتجيلك منين، وتشوف السي بي ام بتاعك هيبقى هيرسى على كام كده، يعني $10، $7، $8، $11، $12، شوف هيقف معاك على كام. تمام، وهنا طبعا بتلاقي اللينكات بتاعتك وتلاقي كل الدنيا بتاعتك هنا في المنطقه دي. بس يا جماعه يعني اعتقد ده كل حاجه للنهارده. عايز تشوف ازاي بتختصر الرابط، تضغط على النيو شورتن هنا، تحدد هنا الحاجه اللي تختصرها، تضغط على كلمه شورتن وبس. يعني الموضوع بسيط جدا. بعد كده بتاخد الرابط ده بتشيره في مواقع التواصل الاجتماعي، بتشيره في كل حته، وبتلاقي ان شاء الله يجي لك قبول وتختصر الحاجات اللي الناس محتاجاها، وان شاء الله تحقق ارباح كويسه من الموقع ده. وان شاء الله الحلقه الجايه يا جماعه تبقى مهمه جدا، او الحلقه يعني اللي ممكن تتنشر النهارده او ممكن بكره. المهم يعني الحلقه دي بتتجهز دلوقتي، حلقه كلكم طلبتوها مني، هو عن جوجل ادسنس، ليه ادسنس بتقفل. والحلقه دي ان شاء الله هنجمع لكم فيها حاجات كتير قوي، معلومات كتير قوي عن ليه ادسنس بتقفل، وحاجات ممكن تكون بتتقال اول مره، وحاجات جديده وحاجات قديمه وحوارات كتير. ف يا ريت تشجيع بقى يا جماعه الفتره الجايه، لان الشتاء داخل وفي كسل كتير، فاتمنى تشجيع بقى الفتره الجايه، وان شاء الله نقدم حاجات احسن بكتير. وزي ما انتم عارفين مواقع اختصار رابط اللي بنشرحها دي بتعتبر زي فاصل اعلاني بين الفيديوهات الكتير اللي احنا بنعملها الفتره الاخيره، تبقى فاصل بس اعلاني كده، وبمع راحه يوم بالظبط عشان الواحد يقدر يستمر يعني.
وبس كده. شكرا جدا ليك على المشاهده. يا ريت عجبك الموقع ده تشترك فيه، تلاقي رابط التسجيل في اسفل الفيديو، ان شاء الله يكون عجبك وان شاء الله يعني تستفيد منه وتكسب منه فلوس كويسه. وصاحب الموقع ده بالمناسبه يعني اعرفه شخصيا، فما تقلقوش من اي حاجه. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.